ركلات الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. دي بروين يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى، هل يحصل على، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. ثاني اللاعبين المسددين، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. ثم اللاعب الثاني يتصدى حارس المرمى للركلة، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. فرصة ليتقدم بهدف ثاني. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الفريق يضاعف الفارق الآن. ثالث منفذي الركلات، تصدي غير عادي، حارس كلب. إذا سجلها يمر فريقه. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام غوندوغان. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كالف ينجح في صد الركلة. أرسنال، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام رودري. إذا سجلها يمر فريقه. ركلة أخيرة حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا، عالية على مستوى المعنويات.